الشر وغنيله. احنا جيل دور على الشر وطلع ميتين، مفيش خيره هو حل واحد ملوش بديل. في الدليل دلوقتي هدي الكلام عيار تقيل، قلنا لا للمشير، قلنا ايوه للتغيير. هو مطلب واحد من ميدان التحرير، يا نجيب حقهم يا نموت زيهم. تمن دمهم مش رخيص ولا تمن دموع امهم، ده لانهم اخواتنا ولادنا ولاد بلادنا. الثورة مستمرة مش هناخد اي هدنة، هننزل من بيوتنا لحد تحقيق المطالب. مطالب شعبي بالتماسك لقف زب مطالب، بالحاكم الظالم الاعلام الفاسد المضلل. هجيب له كل نهاية مش هقصر ولا هطول. احا لسه بيحكم حتى بعد ما اتنحى، اتخلع اتقلع وانا اللي صوتي جاله بحا. مش بقدم الولاء لاي حزب سياسي ولا عندي اي وفاء لاي كرسي من الكراسي. هي فكرة جت في راسي راسي ده شيء اساسي، مبقاش ناسي ناسي مبقاش قاسي ناحية ناسي. مش بقدم الولاء لاي حزب سياسي ولا عندي اي وفاء لاي كرسي من الكراسي. هي فكرة جت في راسي راسي ده شيء اساسي، مبقاش ناسي ناسي مبقاش قاسي ناحية ناسي. انت الشهر الفتنة الطائفية سرع العنصرية، محاولات مناوشات لمحو الشخصية المصرية. والمرحلة الأولى قتل النخوة والرجولة، سممونا كممونا كانوا فاكرين هيسكتونا، فلقونا بنقاوم ونهاجم ونقاتل وندافع ونبني سد مانع بالإيمان قدام مدافع. خزموا سيل للدموع لقوا مفيش رجوع، طب خربوش مع الحصار ضرب نار. مش ده الموضوع، الجوع حافز من الحوافز والميدان من النوافذ. لو هموت ده الضبط وجايز والشهادة من الجوايز. ايوه عايز حق اخواتي مهما نادي مهما هادي، مش هتشوف سكاتي حتى لو جه يوم مماتي. روحي في الميدان موجودة تدي لشعبي طاقة، تجيب جمال تجيب خيول تجيب بغال او الف ناقة. مش في دماغي اي حاجة، حقي لازم اجيبه مش هسيبه. لو رحت في سبيله قولوا يلا كان نصيبه. مش بقدم الولاء لاي حزب سياسي ولا عندي اي وفاء اي كرسي من الكراسي. هي فكرة جت في راسي راسي ده شيء اساسي، مبقاش ناسي ناسي مبقاش قاسي ناحية ناسي. مش بقدم الولاء لاي حزب سياسي ولا عندي اي وفاء اي كرسي من الكراسي. هي فكرة جت في راسي راسي ده شيء اساسي، مبقاش ناسي ناسي مبقاش قاسي ناحية ناسي. كنت شايف اللون الاحمر مالي المدرج، لقيت اللون الاحمر لون الدم وانا بتفرج. بينزف وبيملى الملعب دي ناس بتهرج، والامن بيساعد في القتل مش راضي يتحرك. طب بلع شمروخ عليه لفوق يبقى الظلام، خليه ينشر حرية يمكن نسخة نظام. حرام شباب صغير شباب بريء، شباب الاهلي اهلي مش مخرب لا جريء. واقف من البداية وبيشارك في الاحداث وبيداس وبيتهاجم قدام كل الناس مفيش احساس. طب فين الراس اللي فكر وتشوف مين اللي مدبر ومخطط ومظبط ومقدر مقادير اللعبة اللي اتدمر وتخرب في بلادنا وتقتل في ولادنا قدامنا. يا رب ارحمنا ارحم امواتنا خلي مصيرنا الجنة. استنى اوعى تبيع ضميرك للشيطان، هتقول امين اخويا قال لي وهو جاي الزمان. مش بقدم الولاء لاي حزب سياسي ولا عندي اي وفاء اي كرسي من الكراسي. هي فكرة جت في راسي راسي ده شيء اساسي، مبقاش ناسي ناسي مبقاش قاسي ناحية ناسي. مش بقدم الولاء لاي حزب سياسي ولا عندي اي وفاء اي كرسي من الكراسي. هي فكرة جت في راسي راسي ده شيء اساسي، مبقاش ناسي ناسي مبقاش قاسي ناحية ناسي. الوضع لازم يتغير.